هنتخرب بقى هنعيش ازاي؟ تقوم تطلع ما تغلطش يعني هتغرب، تيجي تكشف واحد ترد واحد رد وحش، تعمل مش عارف ايه، تلاقي نفسك كل شويه قاعد بتطلع جنيه بتطلع جنيه بتطلع جنيه، اخر اليوم معكش ولا مليك، تقوم تحرم تعمل كده تاني. يبقى ساعات المشايخ يربوا بطرق كتيره، ساعات يقول لك صوم، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فيعمل ايه يا رسول؟ صوم، فعليه بالصوم فانه لو جاء. يبقى النبي ربه ربه بحاجات كتيره صلى الله عليه وسلم. ولا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين، لان ذلك تضييع لحقوق الله تعالى، وما لم يتجرد المريد عن كل علاقه لا يجوز لشيخ ان يلقنه شيئا من الاذكار. شوف كل اللي فات ده قبل ما يديله الورد والسبح. واحنا الوقت التصوف اول مقابله مع الشيخ تاخد الورد والسبح، صح ولا لا؟ عرفت ان التصوف اتغير؟ اول حاجه مقابله مع الشيخ اديني يا شيخ الورد والسبحه، تدي له الورد والسبحه، ويقعد يقول في الورد والسبحه 20 سنه ويفضل زي ما هو مصيبه سودة، ما وصلش لحاجه لانه ما عملش كل اللي فات، فهمت؟ متلبس بكل الامراض. عرفت ليه التصوف ضاع بقى؟ لان اختصرناه في حاجات كده ظواهر بسيطه، وبعدنا عن الحاجات الحقائق بتاعته القويه اللي هي صعبه على النفس. فبقينا ندخل التصوف بالنفس وللنفس بس عشان يبقى ليك ورد، وعشان تبقى عابد، وعشان تبقى ذاكر، وعشان يبقى ليك شيخ، وعشان يبقى ليك مربي، وعشان يبقى مش عارف ايه. تقوم تمشي في الدنيا تقول يا نفس اهو جبت لك المربي وجبت لك الشيخ وما شاء الله، عيشي يا نفس امرحي في الدنيا، وتبقى انت بالطريقه دي كانك اديت لها مسكن، مسكن ان هي طائعه وهي عاصيه، ان هي ذاكره وهي غافله. فهمت ازاي؟ بس ويفضل بقى ذاكر غافل، طائع عاصي في وقت واحد. ايه؟ احوال ايه؟ المرة الجاية. يا رب. احنا مش هنخلص، كل ما بنقول هنخلص ما بنخلصش. مش عارف انتوا فيكوا ايه بيخليني اقعد ارغي كتير. كل مرة اقول يا نفسي ما تتكلميش كتير. خلينا نخلص. فيكوا سر. الظاهر هنخلص بقى المرة الجاية. والله أعلم المرة اللي بعدها. خليها لله بقى. خليها لله وبالله. ولا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالى. شوف ربك سبحانه وتعالى بيأدبك ويربيك إزاي. يخليك تتجوز واحدة غلسة عشان يربيك بيها، او يخليها هي تتجوز واحد دمه تقيل علشان يديها اوامر قاسية على نفسها، وربنا كمان قال لها لازم تطيعيه. شوف قد ايه ربنا بقى ايه بعت لها دقها ودواءها. جوزها الغلس ده هو دقها ودواءها، لكن هي مش قابلاه، لانها مش قابله الدواء لانها شايفاه داء، لكن لو شافته دواء كانت شفيت. خدت بالك المسألة ماشية ازاي؟ ربك سبحانه وتعالى يخلق الداء ويجعله عين الدواء، ويخلق الدواء ويجعله عين الداء. يعني يديك النعمة. النعمة خير اهو، وتبقى هي في نفس الوقت حجاب. هتاخد النعمة بنفسك بقت حجاب، هتاخدها بربك بقت موصل إلى الله. شفت بقى المسألة؟ يديك البلية. هتاخدها بالصبر والرضا بقت دواء. هتاخدها بالسخط والضجر بقت داء. شفت المسألة بقى؟ كل حاجة هي الداء والدواء في وقت واحد. يوم جوزها كل ما يقول لها اعملي كذا تفلفص مش عايزة، مع ان ربنا قال لها طيعي زوجك في المباح طالما لا يأمرك بمعصية طيعيه، لكن هي علشان نفسها قوية لا، ده عايز يقطعني من اهلي، ده عايز يعمل لي مش عارف ايه، عايز يسيطر عليا، فين شخصيتي؟ اتلهي. تعيش طول عمرك ملهية في شخصيتك، شخصيتك هي مش شخصية. فاحنا عايزين نطلعك من شخصيتك، نطلعك من نفسك، لأن هي نفسك اللي تحولت بينك وبين ربك. شفت ازاي؟ أنا أشعر بذاتي. والأولياء يقول خذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، وهي عايزة تشعر بذاتها. خليها تتلهي تشعر بذاتها. تقوم تعيش طول عمرها عابدة غافلة.
طائعة عاصية في آن واحد. فهمت المسألة بقى ازاي؟ ويبقى حجابك هو عين وردك، ويبقى دائك هو عين دوائك، وانت مش واخد بالك. شفت ازاي؟ ربنا شايف ان فيك حب التميز ومديك ذكاء وعقل راجح، يوم قبل كل امتحان يصيبك بمرض، تقوم تخش الامتحان ما تطلعش من الاوائل، تقوم انت تزعل. اه لو كنت بس دخلت بصحتي كنت اوريكم. يوم ربنا يبعت لك المرض دواء ليك حتى لا تشعر بالتميز على اقرانك. فهمت ازاي؟ او يشغلك في اي حاجة يخليك عندك طاقات حلوة كتيرة مديها لك، وفي نفس الوقت شغلك بالسعي في طلب الرزق، فمش قادر تلتفت تماما لما انت فيه، في حين لو كان كفاك هم الرزق كان زمانك التفت فيدي كنت برزت. لكن هو ربنا عايز ما تبرزت في هذا المجال، تفضل متواضع طول عمرك علشان توصل لله ساجد، ما توصلش لله ايه متكبر. شفت ازاي بقى المسألة؟ يخلقها وحشة لان هي كانت بتحب تظهر زينتها للناس، ولو خلقها حلوة كانت هتبقى رقاصة، ولو خلقها حلوة كانت هتروح تشتغل في الاعلانات وتعمل فيديو كليب وتقلع هدومها. يوم يخلقها قبيحة او يخلقها جميلة ويكب عليها شوية زيت مغلي يوم يشوهها، يوم تعيش طول عمرها مشوهة مش عارفة تبقى رقاصة، تقوم تبقى زعلانة، تقوم تقابل ربها مستورة. يبقى الزيت المغلي كان داء وكان دواء. فهمت حاجة؟ يبقى ما تعترضش، من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإن أغنيت أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فإن أفقرت أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا المرض فإن عافيت أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا العافية فإن أمرضت أفسدته. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فهمت حاجة؟ طب نفذ بقى واجه الدنيا بهذه المعاني، وإلا تبقى ثقافة ما تبقاش تصوف. فهمت ازاي؟ التصوف انك تفهم الحاجة تمارسها تعيش بيها تواجه الدنيا بيها في كل موقف في كل حال في النوم واليقظة. فهمت ازاي؟ هو ده المتصوف. انما الثاني عنده ثقافة بس معلومات يقدر يسمع لك التصوف منشأ الكلمة والتاريخ كذا والكتب يعني اكلمك اكتر. يمكن المتصوف الفالك ما يعرفش المعلومات دي عن التصوف، ويطلع الثاني متحقق والثاني عنده ثقافة ثقافة عالية، لكنه الثاني متصوف لانه سالك لمع ربه بيراقب نفسه في السر والعلن. فهمت بقى المعنى؟ ولا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين لان ذلك تضييع لحقوق الله تعالى، وما لم يتجرد المريد عن الله علاقة لا يجوز لشيخ ان يلقنه شيئا من الاذكار، بل يجب ان يقدم التجربة له، فاذا شهد قلبه للمريد بصحة العزم فحينئذ يشترط عليه ان يرضى بما يستقبله في هذه الطريقة من فنون القضاء، من يعني تصاريف القضاء الاحكام يعني، فيأخذ عليه العهد بأن لا ينصرف عن هذه الطريقة بما يستقبله من الضرر والذل والفقر والأسقام والآلام، وأن لا يجنح بقلبه إلى السهولة. كان سيدنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله يجي له واحد يقول له احنا عايزين ناخد الطريق بتاعك، يقول له طريق ايه يا ابني انت واكل الورث بتاع اخواتك، روح ادي لاخواتك البنات يا ابني ارضهم يا ابني وبعدين تعالى خد الطريق يا مجرم. كان يخش فيه شمال كده وهو ما قالوش حاجة، كان من اهل الكشف سيدنا اسماعيل. يبقى اول مرة يقابله يقول له عايزين طريق ايه يا مجرم انت جاي حاطط لي الحشيشة في جيبك وهي تقول لي الطريق، يجي يحط ايده يلاقي فعلا جايب حتة حشيش من البطنية وهو ماشي عشان يشربها بالليل، ومعدي على الشيخ في السكة ياخد الطريق. الشيخ اسماعيل ده اصل كان بيورد عليه انواع عجيبة رضي الله عنه، بس ايه ما يخلوش عليه ياكلهم على طول. يجي له واحد تاني يقول له عايز الطريق، يقول له طريق ايه وانت قاطع رحمك، ده انت مخاصم عمتك بقالك 10 سنين يا مجرم، روح بص رجليها وايديها وتعالى لي هنا. شوف الطريقه بقى، ادي المشايخ المربين مش على طول خد الفتحه والورد واظب وتعالى لي بعد مش عارف ايه، ما بينفعش الكلام ده. يبقى لازم تصلح كل اللي فات الاول،
عشان تبتدي صفحة جديدة مع ربك. فهمت بقى المسألة؟ فيأخذ عليه العهد بألا ينصرف عن هذه الطريقة بما يستقبله من الضرر والذل. أصل هو كان قاعد في الفيلا اللي على النيل اللي كانت ملك أبوه وطرد إخواته بحكم قضائي. فعايش طبعا على النيل على الفيلا والعمارة وبتاع والشغلانة. وبعدين ده مش حقه. عايز ياخد الطريق من الشيخ يوم يقول له روح اسكن في شقة في الحي مش عارف ايه وسيب الفيلا دي بيعها وادي اخواتك نصيبهم. صعب عليه دي. صعب عليه. صح ولا لا؟ لو هو صادق العزم يروح فعلا عامل كده. فلما يعمل كده يجي لشيخه شيخه يديله ورد بقلب. يقول اه ده عنده صدق. ده عنده استعداد ان هو يواجه كل المصاعب. انه يخرج من دنياه من اجل ربه. الصحابة عملوا كده لما هاجروا عملوا كده. لما هاجروا عملوا كده طلعوا من كل دنياهم تركوها لله ورسوله. مش كده برضه؟ فانت مش قادر تهاجر من شقتك اللي هي مش ملكك وخدتها بحكم قضائي من اخواتك. وبعدين عايز تاخد الورد من الشيخ. ورد ايه يا ابني؟ روح يا ابني. روح الاوراق كتير. اشتري كتاب الاذكار للامام النووي يا ابني في السك. يلا روح اقراه. يقعد يقرا في الاذكار للامام النووي 50 سنه ما يوصلش لحاجه. ليه؟ لان في حجب ثانيه كبيره منعاه. يبقى هيقابله في الطريق الى الله حاجات كتيرة صعبة على نفسه. مستعد ان هو يتنازل. مستعد لما حد يتف في وشه يقوم يمسح المتاعة دي وياخده بالحضن. ولا مش مستعد؟ مش مستعد يبقى ما ياخدش الورد. ده انت ما عندكش صدق بقى. انت شايف نفسك. واحنا الطريق بتاعنا للي مش شايفين نفسهم. انما اللي شايف نفسه مش عندنا. فهمت بقى المسألة؟ يبقى هيقابله ضرر وهيقابله أسقام. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم ربك هيمتحنك. مش أنت صدقت مع الله على العهد؟ كان في أحد الصالحين عاهد الله سبحانه وتعالى ألا يمد يده إلى طعام بشهوة نفس. لكن ما يأكلش إلا مع شدة جوع، لكن ما يأكلش بشهوة عشان الأكل ده عاجبه. عاهد الله على هذا. فجاء مرة مد إيده بشهوة نفس. وهو ماشي اخطاوا وقبضوا عليه على انه حرامي. خدوه قطعوا له ايده اللي مدها بالشهوه. لانه عاهد ربه ان انا مش همدها بشهوه. فاتحكم عليه خطا بقطع اليد فسمي الاقطع. وكان ولي كبير بعد كده بس بايد واحده. شفت ربك سبحانه وتعالى ازاي بقى عامله على صدق عزمه؟ انت طالما عزمت ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فعاب عليهم فقال فما رعوها حق رعايته. انت كتبت على نفسك عهد بيني وبينك. تقوم ليه ما تواظبش عليه؟ نذرت على نفسك الا تفعل كذا، لما لم تواظب عليه؟ تنتظر بقى ايه؟ الابتلاء بقى. لما تخلف العهد مع ربك تنتظر الابتلاء بقى عشان يشوفك انت هتنتبه ولا مش هتنتبه. فهمت بقى؟ وعلشان كده بيقول لك ان لما يصدق ويخرج من ده كله ويروح للشيخ والشيخ يديله الورد ويعمل الطريقه انت افتكرت وصل. ده ما وصلش، ده لسه اول خطوه. ده هو لسه في اول خطوه للطريق. ده هيبتدي بقى الابتلاءات تحصل والاختبارات تحصل. وقد تكون الاختبارات في صوره كرامات، في صوره بعض الرؤى والكشوفات واحوال كشف. هل هيركن ليها ولا لا يركن؟ فهمت؟ ونقف عند هذا الحد نكمل يوم السبت القادم ان شاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم قوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم يا رب العالمين نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب
واسلك بنا مسالك اهل الجد، ادخلنا في كل الامور مدخل صدق، واخرجنا من كل الامور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم خلقنا باخلاق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين، اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والافعال والاعتقادات، ونعوذ بك من شرها وسيئها، فانه لا يصرف عنا سيئا الا انت يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري، المولود سنة 76 و300 من الهجرة، والمتوفى سنة 65 و400 من الهجرة. مولود في شهر ربيع الأول النبوي، ومات في شهر ربيع الأول النبوي أيضا، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ما زلنا في آخر الكتاب، وهي الوصية للمريد، وهي خلاصة ما في الكتاب، باب الوصية للمريدين. فيتكلم على حال الشيخ مع المريد، وأن للشيخ على الشيخ المربي ألا يتجاوز عن زلات المريدين، لأنه مربي يربي، فلا يتجاوز عن زلاتهم، بل ينصحهم ولا يقصر. وقد يكون النصح بالإشارة، وقد يكون النصح بالكلام، وقد يكون النصح بالهمة، وقد يكون النصح بالنظرة، وقد يكون النصح بالحال، وقد يكون النصح بالعقاب، وقد يكون النصح بتكليفه بعض الأعمال، فكل على حسب طريقته. فيقول: وألا يجنح بقلبه إلى السهولة، يعني ألا يعتاد السهل من الأمور. قلنا أن حال المريد الذي اعتقد أنه يريد الوصول إلى الله وعقد العزم على هذا، أن يشمر همته وعزمه على مقصوده، والذي يشمر همه وعزمه على مقصوده ويكون صادق في هذا الهم والعزم لا يجنح إلى السهولة أبدا. أهل السهولة وأهل الرخص ليسوا أهل التصوف، ولكن هم عوام أهل اليمين، ونحن نقول أن أهل التصوف هم المقربين. فهو يريد أن يرتقي إلى درجة أعلى من مطلق عوام أهل اليمين، هو يريد أن يكون من أهل الخصوص، وأهل الخصوص لا يجنحون إلى السهولة. وكأن الرخص جعلت لعوام الناس، أما من يقتدى بهم ومن يكون على قدم المشايخ الكبار والصالحين والأولياء لا يجنحون للسهولة أبدا. وانظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم مع أمته إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما كان حاله مع نفسه لم تكن له راحة صلى الله عليه وسلم، هو كان في كمال الهمة والعزم صلى الله عليه وسلم، هذا بينه وبين نفسه. أما بينه وبين الناس فكان يختار الأيسر لئلا يجعل للمسلمين عليهم حرج في دينهم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بعث للقوي وللضعيف، بعث للناس كافة، فكان يأخذ بيد الناس أجمعين. أما بينه وبين نفسه كان يقول عنه سيدنا علي بن أبي طالب: وكانت لرسول الله ليست له راحة، حتى أنه كان يقوم الليل إذا خلص لنفسه بعد قيام بأعباء النبوة والرسالة والقيادة والزعامة والإمامة والنصح للناس في النهار، إن لك في النهار سبحا طويلا، ثم بعد ذلك وقت الليل الذي يكون وقت الراحة كان يقف طويلا بين يدي الله عز وجل حتى تفطرت قدماه. فهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الهمة والعزم القوي. ولذا أهل التصوف يريدون أن يتحققوا بحقائق النبوة المحمدية والخلافة المحمدية على أصلها، فلا يجنحون للسهولة بينهم وبين أنفسهم، وإن كانوا مع الناس هم يجنحون معهم إلى السهولة حتى يأخذوا بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. وألا يجنح بقلبي إلى السهولة، ولا يترخص عند هجوم الفاقات وحصول الضرورات، يعني لما يحصل فاقة أو ضرورة ما يقولش بقى ايه انا حاكل ميت. شوف، مع ان اكل الميت جائز لكن لا يأكل الميت حتى لو حصلت له ضرورة، اعتمادا على مولاه سبحانه وتعالى.
لو حصلت له ضرورة اكراه ان ينطق بكلمة الكفر لا ينطق بكلمة الكفر، وان كان يرخص له ان ينطق بكلمة الكفر عند الاكراه، ولكن لا ينطق بكلمة الكفر عند الاكراه. كل هذا حتى عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدي؟ اهلا وسهلا، جزاك الله خير. حاضر حاضر ان شاء الله. طيب النسخة، النسخة دي جزاك الله. حاضر ان شاء الله. لا يترخص عند هجوم الفاقات وحصول الضرورات، فإذا حدثت له فاقة لا يسأل الناس، وإن كان سؤال الناس عند الضرورة جائز إذا احتاج، لكن هو لا يسأل الناس، يسأل الله سبحانه وتعالى. فإذا حدث له أمر، خصوصا أن مشاعر الناس بالضرورات والحاجيات تختلف، أحيانا تكون ضرورة عند إنسان وتكون حاجية عند إنسان وتكون عند إنسان آخر ليست ضرورة من الأصل. فمن اعتاد مثلا أن يسكن في مكان فاخر وفي حي راق، إذا حدثت له جائحة وسكن في مكان ضيق في حي أقل من الحي الأول، يعتبر أنه في ضائقة شديدة وأنه لا يستطيع أن يعيش هذه المعيشة، فبالنسبة له ضرورة. وبالنسبة لمن نشأ في الحي الآخر هو في كمال النعمة، فتتفاوت على حسب تفاوت الناس ومراتبهم. لكن أهل التصوف هم مع الله سبحانه وتعالى على كل حال، ولا يترخص عند هجوم الفاقات وحصول الضرورات، ولا يؤثر الدعة يعني الكسل، لأنه هو عزم الهمة أن يصل إلى ربه. أنت حزمت حقائبك وأردت أن تسافر إلى وجهة معينة، فهل تترك وسيلة المواصلات التي توصلك أسرع ما يمكن وتركب الوسيلة التي هي أقل سرعة، وعندك الإمكانية أن تركب الوسيلة السريعة؟ لا تترك السريع وأنت تستطيع أن تركبه لأنك تريد الوصول. أما الذي يتكاسل فهذا إنسان ليس صادقا في وجهته، كمن حزم أمتعته ويريد الوصول إلى مكان فيسر الله له مركبة توصله في خلال ساعة يركب مركبة توصله في خلال شهر، فهذا الإنسان ليس صادقا في مراده لهدفه. ولذا الذي أراد أن يسافر إلى ربه بقطع عوائق نفسه إلى الله سبحانه وتعالى عليه ألا يؤثر الدعاء والكسل، ولا يؤثر الدعاء ولا يستشعر الكسل، فإن وقفة المريد شر من فترته. والفرق بين الفترة والوقفة، الفترة اللي هي يعني التكاسل، والوقفة اللي هو الوقوف تماما، الرجوع عما كان عليه. والفرق بين الفترة والوقفة أن الفترة رجوع عن الإرادة وخروج منها، والوقفة سكون عن السير باستحلاء حالات الكسل. فبيقول إن الوقفة اللي هي سكون، وقفة المريد شر من فترته. الفترة رجوع عن الإرادة بالكلية يعني غير وجهته، الرجوع عند الصوفية انتكاس تماما أشد من السكون عن السير، انه يستمر في السير ولكنه ابطأ. فاللي ماشي في وجهته ولو ابطأ افضل من الذي تراجع. والوقفة سكون عن السير باستحلاء حالات الكسل، فتكون الوقفة عند بعض الناس اشد من الفترة، وعند السيد عبد الكريم القشيري عنده العكس، لان الذي رجع عن الارادة كأنه يمكن أن يعود مرة أخرى، أما الذي تكاسل ووجهته واضحة فهذا فيه نوع استهزاء بالوجهة، والذي فيه استهزاء من الوجهة يكون أشد، فهو نظر إليه من هذه الجهة فاعتبر أن الوقفة أشد من الفترة. وعند بعض المربين يعتبر أن الفترة أخف من الوقفة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكل شرة ترى، ترى يعني فترة، ومن كانت ترته على سنتي فقد نجا. مش كده برضو الحديث؟ يعني الانسان بيبقى عنده همة على الطاعة شديدة في الاول، في اول يقظتي وانتباهي، فيكون عنده همة شديدة للطاعة، ثم بعد ذلك تخفض هذه الهمة تدريجيا حتى تصل الى المرحلة العادية التي تكون فيها حالة الانسان عادية بغير همة عالية. فلو كانت هذه الحالة العادية اللي سماها النبي كرة اللي هي الفترة
على سنة النبي ليست أقل منها يبقى ده نجا. لكن لما يبتدي يخفت جزوة الطاعة تدريجيا فيه حتى تصل إلى أدنى من سنة النبي هو ده الهالك. وكل مريد وقف في ابتداء إرادته لا يجيء منه شيء. يبقى الوقف سكون عن السير مع وضوح الهدف، والسكون عن السير مع وضوح الهدف أشد قبحة. فإذا جربه شيخه فيجب عليه أن يلقنه ذكرا من الأذكار. يبقى الشيخ بالأول اللي هو مربي بيجرب المريد الأول، أولا يعلمه كيف ينخلع من نفسه وينخلع من ماله وينخلع من جاهه وينخلع من سلطانه وينخلع من ذنوبه، ثم بعد ذلك يتعلم الأصول التي يعبر بها ربه على الوجه الصحيح من اعتقاد سليم ومن عمل صحيح. كل ذلك قبل أن يلقنه الذكر والورد. الآن التصوف أصبح بدايته تلقين الذكر والورد مباشرة، واختصروا هذا. وعلشان كده أصبح المتصوفة في هذا الزمان مشوهين للتصوف، لا يدلوك على أن التصوف هو الوجهة السليمة. ولذا اعترض ناس كثيرون على التصوف في هذا الزمان بسبب ضعف متصوفة في هذا الزمان وقلة العاملين فيهم على الوجه الأكمل. فإذا جربه شيخه فيجب عليه أن يلقنه ذكرا من الأذكار على ما يراه شيخه، فيأمره أن يذكر ذلك الاسم بلسانه، ثم يأمره أن يستوي قلبه مع لسانه، فيقول له اثبت على استدامة هذا الذكر كأنك مع ربك أبدا بقلبك، ولا يجري على لسانك غير هذا الاسم ما أمكنك. فيلقنه ذكر معين، وليكن مثلا اسم مفرد أو اسم مركب. يعني ممكن يقول له تكثر من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والسادة الكتانية يحبون أن يضيفوا إليها سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الذكر لا يقف عند لا إله إلا الله. وما شيخنا قالوا لنا تقول لا إله إلا الله بلسانك وتستحضر بقلبك محمد رسول الله وتقول لا إله، مع كل قول لا إله إلا الله قلبك يقول سيدنا محمد رسول الله، حتى تراعي الواسطة التي وصلتك إلى لا إله إلا الله وهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا إله إلا الله ذكر المبتدي والمنتهي، لا إله إلا الله ذكر يحرق النفس الأمارة بالسوء، يجعلها لوامة ويرقي اللوامة إلى النفس المطمئنة، ثم يأتي بعد ذلك إلى ذكر النفس اللوامة يناسبها ذكر الله بالاسم المفرد الله الله هكذا. فإذا قاله يأخذ نفس ويخرج النفس كله في الاسم المفرد مرة واحدة الله هكذا، ويستحضر حروف الاسم وهو يقولها في ذهنه حتى يكتبها في قلبه فينار قلبه، ينير قلبه بها الله هكذا، وهو الاسم الجامع المفرد الجامع للذات والجامع للصفات، وهو أجمع من الرحمن من جهة أنه يجمع الألوهية والربوبية والصفات والأفعال، والرحمن يجمع أجمع من جهة الألوهية فقط. ولذا معظم الطرق تذكر بالاسم المفرد الله. ثم النفس المطمئنة عندها حي قيوم. أيوه كويس، هو الذكر النقشبندية كده كويس. السادة النقشبندية عندهم الذكر يكون بالقلب مع الصمت، عندهم كده يعني يستحضر ذكره في قلبي وهو قاعد صامت كده. لا بأس لا بأس لا بأس بذلك كويس. المبتدئ بيحتاج لسانه يذكر قلبه، بعد كده لما القلب ينتبه تلاقيه يذكر حتى واللسان صامت، لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وانا ناسي، ده المعنى. يوم يلاقي نفسه في الاخر قلبه ذاكر وهو منشغل في امور الدنيا، قلبه ذاكر لا يغفل لحظة، اللي هو عبر عنها الشاعر في الكلمة دي، لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك، بيكلم ربه بفكر فيك وانا ناسي، يعني وانا لاهي في امور الدنيا انا برضو ذاكر لك. فاللي يشوفه يشوفه لاهي وهو في الحقيقة ذاكر، فهمت؟ دي احوال بيمر الانسان بيها يرتقي على حسب. على اي حال هو يلقنه اسم معين يذكر به
ليل نهار عندما يفرغ من صلواته ومن سننه الرواتب ومن فراغه يذكر بالاسم المعين ليل نهار حتى يستقر انوار هذا الاسم في قلبه فيحرق ما في قلبه من تعلقات غير الله عز وجل. ولا يجري على لسانك غير هذا الاسم ما امكنك. ثم يأمره ان يكون ابدا في الظاهر على الطهارة، يعني بقدر الامكان المريد في بدايته، كلما احدث يتوضأ، وكلما توضأ يحاول ان يصلي ركعتين علشان يبقى على طهارة مستمرة ويبقى جاهز لذكر الله مستمر. ولا يستطيع ان يواظب على هذا الا اذا قلل طعامه وشرابه، لكن طول ما هو بياكل كتير وبيشرب كتير يبقى هيقعد في الحمام كتير، يبقى مش هيقدر يحافظ على طهارته مدى طويل. فهمت ازاي؟ علشان كده من اصول هذا الطريق قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام وقلة الانام، اربعة: قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام اللي هو النوم وقلة الانام قلة الخلطة مع الناس. يعني يقلل من الاربعة دول، يقلل من النوم فلا ينام الا غلبة، ويقلل من الطعام فلا يأكل الا عند ضرورة الجوع، ولا يأكل الا بقدر ما يذهب منه شدة الجوع لا بقدر ما يشبع. وقلة الانام فيخلو لنفسه كثيرا حتى لا ينشغل بالناس عن ربه. فيكون على طهارة. واللي سنلنا الحكاية دي من سيدنا بلال. سيدنا بلال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت خشخشة عليك امامي في الجنة، فاخبرني عن ارجى عمل عملته في الاسلام. فسيدنا بلال ايه قال: والله يا رسول الله لا احدث في ليل او نهار الا توضأت، وما اتوضأ الا صليت ركعتين. فكان نظام سيدنا بلال هكذا، فوصل الى هذا المقام العالي رضي الله عنه وارضاه. وألا يكون نومه إلا غلبة، لأن النوم أخو الموت. النوم أخو الموت، فلا ينام إلا غلبة. يعني أما يغلبه النوم، ليه؟ لأن لو تفكر المطلوب منك أكثر من عمرك. فكأن النوم ده هيضيع، يعني أنت لو استيقظت طول عمرك ما نمتش ولا ساعة مش هتخلص المطلوب منك. فما بالك بقى الناس تنام بالعشر ساعات وال 12 ساعة. ولو ما نامش ال 12 ساعة بتوعه ياخد له منوم كمان عشان يخمد نفسه. فالإنسان اللي هو عنده يقظة وإرادة إلى الوصول إلى ربي لا ينام إلا غلب، يعني لا ينام إلا أن يغلبه النوم. كنا شفنا بعض من شيخنا كانوا كده، كانوا يعني يفضل قاعد كده وما يعني أما يجي يغفص عليه النوم يفضل كده يعمل كده شوية وبعدين ينتبه بعد نص ساعة وخلاص على كده، يقعد عليها 6-7 ساعات. صح، نيجي نقول له قوم نام شويه يقول لك ما احنا ياما هننام في القبر، ياما هننام في القبر. ليه؟ لانهم كانوا حاسين باهميه الوقت، وعشان كده ربنا بارك لهم في اعمارهم. لكن انت لما تنام لك 8 ساعات في اليوم يعني تلت عمرك نمته، ولو نمت 10 ساعات في اليوم تبقى نمت اكتر من تلت عمرك. ولما تحط كمان فتره الاكل والشرب ودخول الحمام تلاقي نفسك نص عمرك ضايع فيما لا طائل. لكن على اي حال هو نومه لما بيبقى غلبه بيبقى عباده. ليه؟ لانه هو بينام علشان يتقوى طاعة الله، فصار متعبدا وهو نائم. لئلا يكون نومه الا غلب، وان يقلل من غذائه بالتدريج شيئا بعد شيء حتى يقوى على ذلك. اما يجي يقول له قلل طعامك شوية، هو متعود يأكل 3 وجبات كل يوم. لما جاء واحد يصاحب احد المشايخ قال له: اريد ان اصاحبك حتى توصلني الى رب. قال له: كيف تأكل؟ قال: اذا جئت اكلت، واذا اكلت اقوم من الطعام حتى اشبع. قال: اذهب تعلم كيف تأكل ثم اتيني. ده يعني كل ما تجوع تأكل، وكل ما تأكل تشبع. ده انت مش عارف ازاي تأكل، يبقى انت مش عارف ازاي تأكل، جاي عايز توصل لربك ازاي؟ فالواحد لما يجي يأكل هو عود نفسه على انه يأكل 3 وجبات في اليوم، والشيخ قال له قلل وجباتك شوية، وما ما يقطعش وجبة كاملة يتعب، لان جسمه اعتاد على هذا سنين طويلة، ممكن يتعب. يوم يقلل طعامه شويه، ياكل 3 وجبات بس ياكل نص الكميات او تلت الكميات في نفس مواعيدها، عشان جسمه الاول يعتاد حبه حبه كده بالتدريج لحد ما يقدر في الاخر يحذف وجبه ويبقى وجبتين. لان قالوا اكله الصالحين
وجبة واحدة في اليوم، وأكلت العباد وجبتين، وأكلت البهائم ثلاث وجبات. فهمت ازاي؟ قاعد ياكل كميات. قالت لهم اصل لما تاكل كتير ويقابلها ايه؟ نوم كتير وانتقاد وضوء وعدم يعني الهناء بالطاعه. تيجي تقعد تصلي تلاقي نفسك بطن في مغص، تلاقي نفسك عندك غازات مضايقاك، مش هتعرف تخلو مع ربك بقى. وانت اصلا وسيلتك للوصول الى ربك انك انت تتفرغ لربك، فمش عارف تتفرغ لربك. يبقى الانسان يبدا تدريجيا بتقليل الطعام بالتدريج بدون ما يعين نفسه، يعني عشان ما يمرضش جسمه. يبقى يقلل طعامه بالتدريج. هو متعود ياكل رغيف، ياكل رغيف الا ربع في الوجبه مثلا، لحد ما يقدر كده يتعود بعد اسبوع كده، يتعود ان وجبته بقت رغيف الا ربع حلو كده، يقوم يخليها نص رغيف بقى، ويمشي على كده شهر كل وجبه نص رغيف مثلا، لحد ما يلاقي نفسه بعد كده اتعود يروح خاتم وجبه كامله. ويبقى كده اثنين، واحدة الصبح واحدة بالليل. معظم الصحابة كانوا كده، ياكل مرة الصبح ومرة بالليل وخلاص. وكانوا يعني فرسان أقوياء، وكانوا يقيموا معظم الليل، وكانوا يعني يحاربوا ويغزوا البلاد، وكان الواحد منهم يركب الفرس وهو بيجري كده ينط على الفرس يركب عليه، لأن ما عندوش كرش قدامه ولا ركب وجعاه، يعني كانوا فرسان قوامهم ممشوك. إنما دلوقتي تلاقي الناس كلها مكسحة، تخش المساجد تلاقي حاطين كراسي ورا المسجد للمكسحين. ليه؟ اللي كسحوا كده بدري وتلاقي سنه 40 سنه وكسح، وسنها 50 سنه وتلاقيها ولا 30 سنه وكسح. كله كسح بدري ليه؟ من اكل المحشي واكل الترشي واكل المسبكات، كل ده بيجي يترسب في الايه؟ في الركب على مرور السنين بقى بالراحه كده، وقله الرياضه والحركه يوم ياثر عليك في عبادتك، تلاقي نفسك مش عارف بقى تتعبد بحلاوه. تيجي تقف بدل ما انت تبقى مع ربك تبقى مع ركبك، تبقى مع ظهرك، وتبقى مع جسمك، مش عارف تعيش. وانت عايز تخلو ربك مش عارف تتخلع من جسمك. فهمت ازاي؟ عشان كده رب المريدين بتقليل الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. شوف كلام النبي ده، كلام النبوه الجميل. الناس كلها تعمل سنن النبي حلوه اللي مش متعلقه بالطعام، لانها سنن سهله على النفس. تربي دقنك، ما فيش مانع ان ربي دقنين، وبعدين تلبس ثوب ابيض حلو، نلبس ثوب. لكن تيجي تقول له ما تاكلش الا اذا جوعت، واذا اكلت لا تشبع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل ثلث بطنه واحيانا اقل من الثلث، ما يقدرش بقى ينفذ السنه دي، صعبه عليه. ليه؟ لانها متعلقه بنفسه، يبقى نفسه لسه قويه. لكن على اي حال تقليل الغذاء بالتدريج امر هام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني التخمه من علامات القيامه، من علامات القيامه الناس كلها تبقى متخمه بالغذاء. وتجد الان السمنه المفرطه مرض يعني بقى منتشر الان على مستوى العالم، لدرجه بقوا يعملوا له عمليات، اللي يدبسوا معده ويعملوا تحويل مش عارف ايه ويركب ايه، كل ده علشان العالم اتفجع، الناس اتفجعت. يعمل لك السندوتش ثلاث طبقات، وبعد شويه لما الناس تعتاد الثلاث طبقات يعملوا لك اربع طبقات، بدل ما كان بيسقيك في كوبايه قد كده يعمل لك كوبايه قد كده، بقى شويه هتشرب متجردل. فعمليه تبقى صعبه، لان الانسان باستمرار نهم، فان ايه كثره الطعام تقوي شهوه النهم. مش كده؟ كل ما الواحد ياكل كل ما يشتهي اكتر، كل ما يبقى عنده نعم اكتر، كل ما يمرض اكتر، كل ما ايه ما يتقصف عمره بدري. وانت عمرك ده راس مالك، عمرك ده راس مالك اللي هتوصل بيه لربك. فهمت ازاي؟ فلما تيجي تقصف عمرك بدري بالاكل والشرب والامراض والدخول المستشفيات والعلاج، كل ده علشان ايه؟ علشان اكل الزياده عن اللزوم. فالانسان يعني ادب الطعام والشراب مهم جدا، وعشان كده كيفيه الاكل والشرب خدت مجهود كبير من كتب المتصوفه، تجد تاخد فصول طويله في وسط كتبهم. ليه؟ لانها امر هام، ما تفتكرش ان هو امر. ساعات بعض الناس تهتم بالورد وما يهتمش باكل وشرب، يقعد ياكل ويشرب عادي زي البهائم، واخد بكل ما يشتهيه اكله، وكلما جاع اكل وشبع، وكانك المواظب على ورده، تلاقيه يقعد سنين كده ولا يصل الى شيء. ولا يصل الى شيء. يبقى اهم حاجه انك انت تنفذ سنة النبي في الطعام والشراب. لا تأكل الا من حلال، من حلال، ولا تأكل الا الحلال. يبقى لازم يكون المصدر بتاع الطعام حلال، ويكون نفس الطعام حلال في ذاته. دي مهمة جدا الحكاية دي. وبعدين تأكل ما تيسر لك، لا تتكلف المفقود ولا تعب في الموجود. ادي سنة النبي كده، لا يتكلف المفقود ولا يعيب في الموجود. الموجود ما فيش الا كثرات يا رسول الله، يقول ما فيش ما ياكل صلى الله عليه وسلم. ما فيش الا خل يا رسول، نعمل ادام الخل.
ما فيش حاجة خالص يا رسول الله، نويت الصيام. حياته كده كان حلوة، كان عايش حياة حلوة مع الله كده صلى الله عليه وسلم. يعني سأل عن طعام لم يجده نوى الصيام، سأل عن طعام فوجد كثرة خبز بقايا طعام الأطفال، يقول نعمل طعام. طب ما فيش حاجة نغمسها، يقول ما فيش إلا خل يا رب، يقول نعمل إدام الخل. فهمت ازاي؟ لكن انت ايه تتكلف الغائب اللي مش موجود. عندكم ايه؟ ما فيش الا فول وطعميه، وكل يوم فول وطعميه. طب ما تحمد ربك. فهمت؟ احمد ربك اللي موجود. يبقى ايه؟ يبقى الرسول سنته في الطعام الا يتكلف المفقود والا يعيد في الموجود. كويس؟ دي اول سنه من السنن. وكان لا يعيب طعاما قط، وكان يقول اكرموا الخبز، اكرموا الخبز، لان الخبز ده مهم، هو ده الاساس، القوت. يعني ربنا سبحانه وتعالى تجلى باسمه المقيت في الخبز فصار قوتا. فانت بتاكل الخبز كده بتاكل اسم الله المقيت ليقوتك به، لا بالخبز، باسمه الذي تجلى فيه. فهمت ازاي؟ يبقى على شكل الانسان يكرم الخبز. لكن احنا ربنا العيال يمسك السندوتش يفليه، الحته اللي ما فيهاش جبنه ولا ما فيهاش لانشون ولا ما فيهاش حاجه يروح يرميها وياكل الحاجه اللي ما متعلمش اكرام الخبز. ما علمناهمش ازاي يكرموا الخبز والنعم. النبي كان يجل النعمه وان دقت. يبقى الاكل والشرب ده عباده، لكن انت بتاخده شهوه. هو الصوفي حوله الى عباده بقى، يعني بيعمل تعبر نفسه انه في مهمه داخل على الطعام ده، في مهمه. امتى ابتدي وامتى انتهي وماذا اكل وكيف اكل؟ وربك قال لك فلينظر الانسان الى طعام، فلينظر الانسان نظر عبره ونظر موعظه، واخد بالك، ونظر تقدير ونظر تدبير، كل هذا حتى يصل الى ربه من خلال ما يقيته ويقوي بدنه الذي به يصل الى ربه سبحانه وتعالى. بحسب ابن ادم لقيمات يقلن بها صلبه. شوف لقيمات، ده الرسول صلى الله عليه وسلم كده، بحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلبه. فان كان ولا بد فاعلا، مش عايز يكتفي باللقيمات لسه عينه فارغه شويه زي حالتنا، يبقى تلت بقى الطعام وتلت الشراب، يعني اقصى حاجه التلت، اقصى حاجه التلت، خد بالك، مش اول حاجه، اقصى حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم فان كان ولا بد فاعلا، يعني عايز ياكل لما يشبع، يبقى ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، عشان انت نفسك بتذكر بيه الله، نفسك بتقرأ بيه القرآن، نفسك بتتحرك بيه الى الله. فلو كتمت نفسك خالص هتنام. فهمت ازاي؟ هتضيع عمرك. وعلشان كده مهم حكاية الطعام، فان يقلل من غذائه بالتدريج شيئا بعد شيء حتى يقوى على ذلك. وكانوا الصالحين يبتدي يقلل من طعامه تدريجيا لدرجة ان يصل الى اوقات ممكن يمر عليه اليوم واليومان لا يطعم شيئا وهو في كمال القوة، في كمال القوة لا يطرأ عليه اي عطل، ولا يأمره ان يترك عادته بمرة. يعني ما يقولوش شيخه اترك عادتك الاكل مرة واحدة، لا، هو بياكل كل يوم لحمة، خلاص كل يوم لحمة، بس بدل ما بتاكل حتة كبيرة كل نص حتة، ما يجراش في الاول كده حبة حبة، لان اكل اللحم يوميا على طول كده يورث قسوة القلب، واكل وترك اللحم مطلقا يورث سوء الطبع. فهو كانه دواء وداء، يبقى الاكثار منه يؤدي قسوه في القلب. لان انت حتى تلاقي الحيوانات اللي بتاكل اللحوم بس، تلاقي حيوانات كلها ضاريه مفترسه، عندها قسوه في التعامل. لكن والحيوانات ولو تركته مطلقا ونفسك بتطلبه يورث ايه؟ يورث بقى ايه؟ سوء الخلق. تبقى عندك دجر، تحس انك انت اتحرمت من لذة الدنيا. فلا، اديها شوية لحمة احيانا واقطعها احيانا ومشي امورك. وازاي تعملها كده؟ انك لا تتكلف، الموجود كله واللي مش موجود خلاص. تقوم ساعتها ربك يديهولك كل فترة ويبعده عنك كل فترة ايه حسب ما يختار لك. فهمت؟ ولا يأمره ان يترك عادته بمرة. وكذلك في النوم، ما يجيش مثلا هو متعود كل يوم ينام الظهر شويه، يجي يقول له لا ما تنامش، ما ينفعش، ما هو كده هيعي. فهمت؟ يسيبه، ما يتركش عادته بمره. لان ايه؟ وعوده كل جسم معتاد، مش كده برضه؟ اللي هي نصيحه الطبيب العربي المشهور. المعده بيت الداء والحميه راس الدواء، وعوده كل جسم معتاد. مش ده قواعد الطب العربي اللي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا؟
يبقى لا يخرج من عادته الا بالتدريج، لا يخرج من عادته الا بالتدريج. فان الخبر ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، يبقى هو في الحالة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. لما تبقى انت رايح مشوار طويل وماشي على طول، تفضل راكب الركوبة بتاعتك مش عايز تديها راحتها، هتخرب منك في نص سكة ومتعرفش تكمل مشوارك. لكن لما تديها راحتها كل شوية تقدر تكمل وتوصل. ثم يأمره بإيثار الخلوة والعزلة، يبقى لازم ما ينشغلش، ليه؟ قلة الأنام. يبقى كلمك على قلة المنام وقلة الكلام وقلة الطعام. قلة الكلام حل محله ايه؟ الذكر. حل محل الكلام الذكر، ما واحد يحب الكلام يوم يشغله بالذكر. مش انت عايز تتكلم؟ يوم ايه؟ يقول له خلاص اقعد اذكر. يوم يوظف له اوقات معينة يشغله فيها بالذكر، يبقى كده خلاه يجالس ربه. ثم بعد ذلك يأمره بإيثار الخلوة والعزلة، ويجعل اجتهاده في هذه الحالة لا محالة في نفي الخواطر الدنية والهواجس الشاغلة للقلب، ويكون همه في الفترة دي اللي هو بيخلو فيها انه يصلح ما في نفسه، يعني يراقب نفسه كل لحظة وكل خطوة وكل نفس، يسأل نفسه انت بتعمله ليه؟ لله ولا لنفسك ولا للشهرة ولا لغرض هرب؟ انت بتعمل حكاية دي ليه؟ انت اصلا ماشي ورا الشيخ ليه؟ ده اصلا عشان يربيك، عشان تبقى والي كبير والناس تتلم حواليك ويقولوا يا مولانا، ولا علشان تصل لربك؟ يعني عايز شهرة ولا عايز دنيا؟ ما احيانا النفس كمان بعد ما تخرجها من الجاه الدنيوي تقوم تطلب الجاه الديني. فهمت ازاي؟ هي اصلا يعني عندها مراوغة، فيها من الثعلب المراوغة. فهمت ازاي؟ فتراوغ انت، ما انت حرمتها من المال وحرمتها من الجاه وحرمتها من الاكل اللي بتحبه وحرمتها من كل حاجة، تقوم تقول ايه؟ طب ما يجراش حاجة، انا موافقة. بكرة بقى ايه بعد كده؟ ولي من اولياء الله الصالحين، ويبقى ليا كرامات والناس كلها تجتمع عليها. تقوم ايه؟ تركن لما انت فيه، فتلاقي نفسك بتعبد من اجل نفسك ومن اجل ايه؟ من اجل حياة نفسك، لا من اجل الخروج منها. فاهم؟ وعشان كده المراوغة دي بتحتاج للانسان باستمرار، يبقى يسأل نفسه انا بعمل كده ليه؟ وديك انت بتلاحظها واضحة، تلاقي قرب انتخابات مجلس الشعب والشورى، تلاقي اعضاء الدايرة اللي هم بتوع الدايرة يجوا يصلوا الصلوات الخمسة في مسجد الحي، مش كده برضه؟ وتلاقيه يقعد في صلاة الفجر لحد الشروق يذكر ربه عشان اهل الحي يعرفوه يقوموا ينتخبوه، واول ما ينجح ما حدش يشوفه، مش كده برضه؟ لا، يبقى لما بيجي دي صورة صارخة ربنا عاملها لك ليه؟ علشان تعرف ان في عبادة من اجل دنيا. فهمت ازاي؟ قد تتم عبادة وتكون من اجل دنيا، تبقى في عبادة في ظاهرها عبادة حلوة لكنها من اجل دنيا وراها، نفسك ممكن تعمل كده من وراها. فعلشان كده بيقول لك انك انت تبقى باستمرار في خلوتك وعزلتك، تقول انا ليه حرمت نفسي من الطعام وليه بجتهد في العبادة؟ انا عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه بالظبط يا نفسي؟ فوق يا نفسي، خرطي يا نفسي. يبقى باستمرار عينه على نفسه، عايزة شهرة، عايزة عبادة. يوم ما يشوف رؤية حلوة حتى في فترته دي يلم اهل الحي واهل الشارع ويقول لهم ده انا شفت امبارح النبي، ويقولوا يا سلام يا مولانا ادعي لنا. يبقى هو بالطريقة دي برضه عايز شهرة بدون ما يشعر. فهمت ازاي؟ بدون ما يشعر، لكن لان النفس ايه يعني بتضحك عليه. يبقى لازم الانسان يكون حذر، وزي ما اديت لك مثال ان ممكن الذكر نفسه الانسان يبقى بيذكر ربه ومحتاج ان يستغفر ربه من الذكر. شوف قد ايه، يبقى ذكر ربه في نفس في حد ذاته معصية ليه. زي ايه؟ زي الرجل اللي قال الحمد لله وقال ايه؟ صمت 40 عاما لأكفر عن قولي الحمد لله. يعني قال مرة الحمد لله ويعتبرها معصية كبيرة، فأدب نفسه بصيام 40 سنة علشان يأدب نفسه عشان قال الحمد لله. فبيقولوا له ازاي؟ قال لما احترق السوق في بغداد وكان عنده محل، فقالوا لي كل السوق احترق إلا المحل بتاعك انت، فقلت الحمد لله، ثم تذكرت أني لا أحب لإخواني ما أحب لنفسي، فعلمت أني أحب لنفسي ما لا أحب للناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فاستغفرت من قول الحمد لله وهذب نفسه بهذا. يبقى شوف قد إيه، يبقى مراقب نفسه،
يعني مش الحكاية ذكر وسبحك وايه وقاعد كأنه عداد شغال وسايب نفسه وخواطره لا يراقبها. لا، يبقى انت في الحالة دي لازم تراقب نفسك. انا بدخل وبذاكر ليه؟ وباخد شهادة ليه؟ وبروح اتوظف ليه؟ عايز جاه؟ عايز منصب؟ عايز الشهادة عشان المنصب الجاه؟ ولا انا عايز الشهادة علشان اتعلم العلم اللي وصلني لربنا، وعلشان اكون نافعا لنفسي وللناس؟ يعني انا عايز ليه بالظبط؟ فاذا كنت انا عايز دنيا خلاص ما يجراش حاجة، اديك عرفت وجهتك واضحة. واشكر كل الناس اللي بيتعلموا من اجل الدنيا، واخد بالك؟ اول ما يلاقيش وظيفة يقوم يشتغل رجل اعمال ويضحك على البنوك وياخد منها قروض وبعدين يسرقها ويمشي، لانه كان بيتعلم من اجل جمع حطام الدنيا، لا يتعلم من اجل الوصول الى الله. فلما تعلم ولقى ان الدنيا ما بتجلوش كويس يشتغل نصاب. لكن اللي بيتعلم من اجل الوصول الى الله ما بيبصش الدنيا، جات جات ما جاتش ما تفرقش معاه، لانه اصلا العلم جعل للوصول الى الله لا لتحصيل الدنيا. لو انت عايز تحصل الدنيا اشتغل مهنه بقى من المهن، فهمت؟ لكن انت بتتعلم علم الدين ليه؟ بتتعلم علم الطب ليه؟ تصور انت حتى الراجل الفران اللي سهران طول الليل قاعد يخبز الاكل العيش للناس، لو نوى ان هو كده بيعمل الاكل للمسلمين عشان لما يستيقظوا يجدوا قوتهم، يبقى هو طول الليل بيتعبد، تحولت عمله الى عباده. بدل ما هو طول الليل بيقول جاتنا نيله في حظنا الهباب، كل الناس نايمه وانا سهران واقف قدام النار، ايه القرف ده؟ ده لو ربنا كان غناني ما كنتش عملت الشغله دي خالص. فهمت ازاي؟ يبقى هو هنا ده سهران وده سهران، بس ده سهران قرفان وطهقان ومش ناوي انها لله ومستقل رزقه، والتاني سهران عباده لله وانه بيقضي حوائج الناس وبيقضي حوائج المسلمين وبيحقق لهم وهكذا. فده تلاقيه ده بيعمل وده بيعمل، ده عابد وده قانت. فهمت ازاي؟ وهكذا. ادي الصوفي ان هو يراقب نفسه. الراجل اللي هو الغفير بتاع الدرك بالليل اللي سهران بالليل ماشي في الشارع والميل اللي هناك، وان كان الوقت ما بقاش في هذا النوع، لان زمان نسمع الناس دي، لو هو قاعد بيعتبر نفسه ان هو مرابط كده للمحافظه على المسلمين وعلى اموالهم علشان يؤمنهم في ديارهم، بقى بالنسبه له عباده كبير، بقى سهر وده كله عباده. انما التاني سهران قرفان، كل الناس نايمه وانا سهران عشان يدوني في الاخر 30 جنيه، ايه الدنيا دي؟ وغير يقعد كده بجرة قلم يكسب له الاف الجنيهات، جاتنا نيله في حظنا الهباب. فده سهران طول الليل قانت وبيقول جاتنا نيله في حظنا الهباب، والتاني سهران طول الليل قائم على اموال المسلمين يحفظها وعلى اعراض المسلمين يحفظها. يبقى ده عابد وده غير عابد. يبقى ده بيراقب نفسه، بيوجه نيته يحولها لله. اللي بيزرع في ارضه ده بيزرع علشان يطعم الناس وعلشان يوفر للناس اكل رخيص وخضار رخيص وفاكهه رخيصه يحتاجوها، وان كل ما من غرس غرسا ما اكل منه يعني طائر او داب او انسان الا وله صدقه، يعمل الحكايه دي بحيث ان هو لما يعرض سلعته يعرضها في السوق باقل الاسعار علشان هو منتظر من الله الثواب. يبقى غير اللي هو بيزرع ويملاها سموم ويملاها مبيدات حشريه علشان يحفظها اطول مده ممكنه تصل للمستهلك، شكلها حلو لكنها مسمومه. مش ده اللي بيعملوه دلوقتي؟ يرش البطاطس، يرش البطاطس علشان البطاطس تفضل حلوه كده جامده عشان الزبون يشتريها حلوه وتقعد اطول مده ممكنه لحد ما تقل ويبيعها اغلى ما يمكن، وبعدين في الاخر يبيعها اغلى ما يمكن وهي مسمومه. يبقى ده يرضي ربنا؟ فهمت ازاي؟ التاني بيزرعها وما يسممهاش ويبيعها وقت ايه؟ وقت نضجها العادي اللي ربنا انضجها فيه، وما يخزنهاش بطريقه فاسده وما يحتاجش ان هو يسيبها لما تشح في السوق عشان يبيعها اغلى، ويبيعها بما يرضي الله، لانه بيعمل كده عشان يوفر للمسلمين سبل معايشهم. يبقى ده عابد بزراعته والتاني كافر بزراعته. شفت ازاي بقى؟ مع ان ده بيزرع وده بيزرع وده بيقلع وده بيقلع. ادي معناه ان هو يراقب نفسه وخواطره بحيث كل خطوه يعملها يعرف هو بيعملها ليه. انا خارج دلوقتي رايح شغلي، رايح شغلي ليه؟ اذا كنت موظف عشان اقضي مصالح المسلمين، عشان اقضي مصالح الناس. اللهم من ولي امر من امر امتي فرفق بهم فارفق به، فانوي الرفق بالناس وانا طالع شغلي، مش انا واقف حال الناس عشان الناس تديني المعلومه او امشي حالهم. في فرق بين اللي طالع كده واللي طالع كده. ادي معنى انك انت تبقى باستمرار في احوالك بتراقب ربك، تشوف نفسك هي عايزه ايه، نفسك
نفسك دي لو سبتها كده بلا ضابط شرعي وبلا مربي هتوديك في اخر داهيه. فهمت ازاي؟ ثم رددناه ايه؟ اسفل سافلين. ترد الانسان اسفل سافلين في حين انك انت ربنا خلقك في احسن تقويم. يعني احسن تقويم يعني ايه؟ يعني صالحا لكمال التجلي الالهي فيك، لكمالات الالهيه كلها تظهر فيك. انت صالحا لان تكون مراه للكمالات الالهيه. لكن انت لما تيجي تدنس هذه المراه التي هي صالحه لان تكون في كمال الكمالات الالهيه فتدنسها بهذا الدنس، فيبقى الانسان بعد كده اسفل سافلين. فهمت بقى المساله؟ وعشان كده يبقى باستمرار، يبقى مش شغله انه يقول ورده، شغله وهو بيقول ورده يراقب نفسه عشان يصلح نفسه. لان الفرق بين العابد والصوفي ايه؟ الصوفي بيعبد والعابد بيعبد. الصوفي بيعبد وبيراقب نفسه، والعابد مشغول بالعباده مش مشغول بنفسه. وعشان كده الشيطان لما يضحك على العابد ما يضحكش على ايه؟ على الصوفي اللي فاهم. فهمت ازاي؟ لما يروح على العابد يضحك عليه. فهمت الفرق بين العابد والصوفي؟ واعلم ان في هذه الحاله قلما يخلو المريد في اواني خلوته في ابتداء ارادته من الوساوس في الاعتقاد. الصحابه كانوا كده على فكره. يعني كان مثلا الصحابي المشهور لما جاء يصلي في البستان بتاعه، فراقب نفسه في الصلاه، لقى نفسه انشغلت بالبستان وهو في الصلاه بتاعه، قعد يبص للشجر والاستمار والحاجات دي. فلما انشغل فيه عمل ايه بعد ما خلص صلاته؟ قال والله لقد فتنت في مالي. وراح للنبي صلى الله عليه وسلم تصدق ببستانه لله. فهمت؟ ونزلت فيه آية ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى الصحابة كانوا ايه؟ في العبادة بيراقب نفسه، مش بيراقب العبادة، ده بيراقب نفسه. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. فلازم تبقى بهذه الصورة. وعلشان كده لازم تصلي من اول وجديد بقى، وتذكر من اول وجديد، وتقرا القران من اول وجديد، وتخرج تطلب العلم من اول وجديد، وتخرج تسعى في الدنيا من اول وجديد بنيه جديده، انك انت تسعى في قضاء حوائج الناس وحوائج المسلمين، وفي طلب الرزق الحلال، وفي عدم غش المسلمين، وفي توفير الحاجات للمسلمين باقل الاسعار. ادي الحكايه كلها. عشان كده ساعتها ما تزعلش لو انت عملت عمل لواحد واتفقت معاه على اجره وما يديلكش اجره، ساعتها مش هتزعل، لان انت اصلا محتسبها لله. فاللي يجي منه خير وبركه، واللي ما يجيش مع السلامه. سهله ليه؟ لان انت مش طالع عايز تنهش، ده انت طالع اصلا عايز تخدم، مش عايز تلم وتنهش. فهمت بقى المساله؟ وعلشان كده كان كثير من الصالحين كان عنده اللي يكفيه، لكن يخرج يشتغل علشان ينفق على ايه؟ على فقراء المسلمين. يعني اذا كان على نفسه هو عنده اللي يكفيه، لكن بيخرج يشتغل ليه؟ يقول لك بننفق على فقراء المسلمين. عنده جيران مثلا ايتام، يوم يخرج الشهر عشان ينفق عليه. ليه؟ لانه حاسس انه مسؤول عن المسلمين، لان المسلمين كلهم جسد واحد، جسم واحد. فهمت ازاي؟ ما عندهمش الاحساس بايه؟ بانه هو لوحده، لا، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. خيركم لعيالي، مش كده برضه؟ والخلق عيال الله. وهكذا، المعاني دي كلها تلاقيها في قلب الصوفي وهو ايه؟ بيخرج في دنياه يتعامل فيها مع الناس ومع الخلق ومع الله ومع نفسه. واعلم ان في هذه الحالة قلما يخلو المريد في اواني خلوته في ابتداء ارادته من الوساوس في الاعتقاد، لا سيما اذا كان في المريد كياسة قلب، وقل مريد لا تستقبل هذه الحالة في ابتداء ارادته. كمان اللي بقى في بدايته كده تجيله بقى وساوس في اعتقاده، زي ما حصل للصحابة، يقوم ايه يعني زي بعض الناس يوم يقول له هو الانسان مسير ولا مخير؟ طب ما هو لو ربنا كان خالقنا وعارف ان احنا في الجنه، طب ليه بيعذب؟ وعارف دول في النار، طب ليه يعذب اهل النار؟ طب وليه خلقنا عشان يعذبنا؟ تبتدي بقى ايه؟ تخش له الوساوس اللي هي بيها عايزه تخلعه من همته. او يبتدي يفكر يقول ايه؟ الخلق خلقهم الله، طب ومن خلق الله؟ يبتدي بقى يفكر في ذات الله، ويبتدي يتهيأ ليه تهيؤات. هو ربنا فوق على العرش قاعد كده زي ما انا قاعد، ولا بينزل بيتحرك كده، ولا زي ما بيتحرك، ولا هو جسم، ولا هو اعضاء، ولا هو اجزاء، ولا هو ايه بالظبط؟ يبتدي بقى ايه؟ وساوس وهواجس تقلقه. فهمت ازاي؟ فاذا حزن من هذه الهواجس دي علامه الايمان، مش الهواجس علامه الايمان. لما الصحابه راحت اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم ايه الهواجس دي في بدايتهم، فقال لهم هذا صريح الايمان. في ناس فهمت ان الهواجس دي صريح الايمان، لا،
ان هو يستقبح هذه الهواجس دي دي صريح الايمان، انه يستقبحها انه يطردها انه يشتكي منها. كونه اشتكى منها ده تصريح الايمان، انه هو عايز ينزه ايمانه، عايز يتخلص من هواجس نفسه، هو ده صريح الايمان، وليست الهاجس نفسه هو اللي صريح الايمان. لان في ناس قالوا الحديث فيه غلط، لما راحت الصحابه تشتكي للنبي الهواجس اللي حصلت لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا صريح الايمان. هذا يتعود على ايه؟ على شكواهم لا على هواجس، على شكواهم من الهواجس، هو ده صريح الايمان، انك تتاذى مما يعوق وصولك لربك، فهمت؟ ستملي في بدايه الطريق تجد هذه الهواجس. وهذه الامتحانات التي تستقبل المريدين، فالواجب على شيخه ان راى فيه كياسة ان يحيله على الحجج العقليه، فان بالعلم يتخلص لمحال المتعرف مما يعتريه من الوساوس. يعني يقول له ربنا، ربنا ده نور يا عم الشيخ، وربنا ده فوق يعني كده، يعني فوق كده، يوم يبتدي يقول له خد بالك النور ده مخلوق، النور ده عباره عن موجات مش كده برضه، ده مخلوق والله خالق، ولا بد ان يكون هناك فرق بين الخالق والمخلوق. النور ده ربنا خلق منه الملائكه، النور ده ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق اولا من النور، كانوا في الظلمه فخلقهم من النور، يبقى النور مخلوق، فكيف يكون الله نور؟ يبتدي بقى ايه يشيل له الحكايه دي، يقول له طب يعني هو ربنا فوق كده يعني على العرش سوى على يعني قاعد كده يا عم الشيخ؟ يقول له يا اخي العرش ده مخلوق والله كان قبل العرش، فكيف يجلس على شيء يطرأ عليه تغيير؟ الله لا يطرأ عليه تغيير لانه دائم باق. يبقى على هنا بمعنى العلو، بمعنى الغلبه، بمعنى القهر، لا بمعنى الاستعلاء اللي هو الجلوس، فهمت ازاي؟ يبتدي بقى ايه يحيله على الحجج العقليه، يحيله على الحجج العقليه، يقول له يا عم الشيخ نفخنا فيه من روحنا، يعني الروح اللي فينا دي من ربنا، يعني ربنا فينا كده جوانا، فهمت؟ يقول له الروح دي مخلوقه، والنسبه الى الله نسبه تشريف وليست نسبه تبعيد وتجزئ، يبتدي ايه يحلله المشاكل العقليه دي كلها علشان ايه ينقي كل الشوائب اللي تبقى في قلبه من جهه الله ومن جهه الانبياء. كذلك لما يبقى عنده شبهه متعلقه بالنبي كذلك. وان تفرس شيخ فيه القسوه والثبات، القوه والثبات في الطريقه، امره بالصبر واستدامه الذكر حتى تسطع في قلبه انوار القبول وتطلع في سره شموس الوصول، وعن قريب يكون ذلك. ولكن لا يكون هذا الا لافراد المريدين، فاما الغالب فان تكون معالجتهم بالرد الى النظر وتامل الايات بشرط تحصيل علم الاصول على قدر الحاجه الداعيه للمريد. يبقى اذا كان من اهل العقل يحيله على الحجج العقليه، ان كان مش من اهل العقل لكن من اهل القوه ايه في العباده، يقول له استمر على العباده رغم ذلك، يقوم يجي له بعد كده ربنا بانوار الذكر يزيل هذه الشبهه لوحدها. وإذا كان لا من أهل العقل ولا من أهل القوة، يوم يحيله إلى النظر بالأدلة العقلية، يعني يعلمه بعد كده أدلة المناطق ويعلمه بعد كده قواعد الشرع الشريف. واعلم أنه يكون للمريدين على الخصوص بلايا من هذا الباب، يعني بيحصل لهم بلايا كتيرة في بداية سلوكهم، وذلك أنهم إذا خلوا في مواضع ذكرهم أو كانوا في مجالس سماع أو غير ذلك، فيهجس في نفسه ويخطر ببالهم اشياء منكره، يتحققون ان الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وليس تعتريهم شبهه في ان ذلك باطل، ولكن يدوم ذلك فيشتد تاذيهم به حتى يبلغ ذلك حدا يكون اصعب شتم واقبح قول واشنع خاطر، بحيث لا يمكن للمريد اجراء ذلك على اللسان وابداؤه لاحد، كانه يبتدي بقى الخواطر تزيد عليه اول درجه، يقول له يا ربنا ده ظلم العبيد، ليه خلق ده اعمى وده مكسح وده مش لاقي ياكل وهو كريم؟ ده انا لو كان في ايدي رزق العباد ما كنتش جوعت حد ابدا. يبتدي يجي له الخواطر دي بقى. زي ما جت لليهود قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. وقالوا يد الله مغلوله. شفت الخواطر البشعه؟ تدرجت معهم الى ان شتموا الله عز وجل. وسبوا الله عز وجل. فهمت ازاي؟ تبتدي تتدرج بالطريقه دي. لدرجه ان يبقى خايف يقولها على لسانه لكنها بتتردد في قلبه. وتتردد في خاطري، كل دي امتحانات في الاول. وهذا اشد شيء يقع لهم، فالواجب عند هذا ترك مبالاتهم بتلك الخواطر واستدامة الذكر والابتهال الى الله باستدفاع ذلك. فتلك الخواطر ليست من وساوس الشيطان وانما هي من هواجس النفس، لان هواجس الشيطان وساوس الشيطان تروح وتيجي في مواضيع شكة،
لكن النفس تلاقيها بتزن على موضوع واحد. يبقى الفرق بين هوساوس الشيطان وهواجس النفس، ان هواجس النفس لا مسيطرة عليك في موضوع واحد ثابت، لكن الشيطان عايزك تبقى عاصي على اي وضع، يجيلك من جهة تعرض عنه ويجيلك من جهة تانية يغير، لكن هو عايز باستمرار تبقى عاصي وخلاص، مشغول وخلاص. فاذا قابلها العبد بترك المبالاة بها ينقطع ذلك عنه، يبقى لما عدم لا يباليها يوم ينقطع كده، زي اللي عنده وسواس بسيط في العبادة، اول ما يعني يهمله ولا يعيره اهتمام يشفى منه، انما اول ما يعيره كل اهتمام تبص تلاقي باستمرار تصعب عليه العبادة والطهارة، لدرجة يقعد يتوضى في ساعة ويغتسل في ساعتين، ولو اغتسل بماء النيل كله يبقى لسه الحدث بتاعه لسه لم يزيد. فهمت ازاي؟ ليه؟ لانه تلبس به الوسواس لانه اعاره اهتمامه، انما لما يديه لا مبالاة يوم ايه يعرض عنه ويشيح. ومن اداب المريد بل من فرائض حالي ان يلازم موضع ارادته، يعني من اداب المريد انه ما يسافرش بدري بدري، يقعد في الحتة اللي هو عزم فيها ايه على طاعة مولاه، ما يسافرش بدري بدري، لانه لو سافر بدري بدري هيشتهر في مواضع سفره او ينقطع ارادته بانشغاله في سفره، فيبقى يستقر في موضعه عشان يبقى ملازم شيخه ويتعلم منه ايه اطول مدة ممكنة، انما ما يقدرش يتنطط كده زي فرع العروس كل شوية. هو اول ما ربنا فتح له هذا الباب وعزم على قلبه يبقى ما يغيرش بقى المكان ده، يعتبر ان المكان ده مكان الفتح، ربنا فتح له في هذا المكان، فيفضل فيه لازم موضع ارادته، والا يسافر قبل ان تقبله الطريق وقبل الوصول بالقلب الى الرب، فان السفر للمريد في غير وقته سم قاتل، ولا يصل احد منهم الى ما كان يرجى له اذا سافر في غير وقته. واذا هيتشتت هيلاقي مشايخ كتيرة، كل ما يسافر مشايخ كتيرة، واحنا عايزينه في الاول ما تكسرش مراضعه، اللي بتكسر مراضعه بيضعف جسمه، انما اما يركز في مرضعه واحده ينمو جسمه ويقوى. فهمت ازاي؟ وعلشان كده في الاول لما يقعد يتنطط هيلاقي هنا في كل بلد، ما ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان جعل عبادي حجه لهم يوصلهم اليه، في كل حته وبقعه تلاقي فيه مشايخ مربين بتوصل لله عز وجل. فانت اذا سافرت كتير وقبل ما تصل الى الله حتى تشتت بين المشايخ وبين المشارب وبين الوسائل وبين الاساليب المختلفه في التربيه فلا تصل لشيء. زي واحد عيان كل يوم يجيب دواء شكل ياخد منه جرعه واحده. فهمت ازاي؟ المريض ده اللي يجيب كل يوم دواء شكل وياخد منه جرعه واحده مش هيوصل لايه؟ لجرعه الشفاء. لكن لو جاب دواء واحد واستمر عليه وخده في مواعيده ربنا سبحانه وتعالى ايه يشفيه. وده بيحصل على فكره لناس كتير، شباب كتير تلاقيه في بدايتهم يقعد يتنطط، وكل ما يسمع عن شيخ يجري، كل ما يسمع عن شيخ يجري ويجري ورا ده ويجري ورا ده ويجري ورا ده، لحد ما يلاقي نفسه جري كتير وبقاله سنين كتير وزهق، يوم ايه يلتفت لامور الدنيا بقى ويقول لك يا عم ده الشغلانه دي ملهاش نهايه، خلينا نشوف مصلحتنا، شوف مصلحتك يا سيد ايه، فينقطع. ليه؟ لانه اصلا مارس الطريق بطريقه غلط في الاول. وانت لو لقيت واحد مريض وكل يوم بيروح عند دكتور شكل هيموت ان شاء الله، مش هيخف، هيموت، لان كل دكتور هيقول له طريقه شكل. فهمت ازاي؟ وقبل ما يبان نتيجه علاج الدكتور ده يكون حاجز عند دكتور تاني، وبعدين على ما يجي ميعاد الدكتور تاني يكون ميعاد الدكتور التالت جه، لدرجه ان كل في اليوم الواحد يروح لثلاث دكاتره واربع دكاتره، زي ما في بعض الشباب يروح في اليوم الواحد لاربع مشايخ. طب ما هو كده هيتشوش، هم كلهم ادويه اه، لكن انت مشوش نفسك مش هتوصل، تزداد علة في البدن ولا يصل لشيء. واذا اراد الله بمريد خيرا ثبته في اول ارادته، واذا اراد الله بمريد شرا رده الى ما خرج عنه من حرفته او حالته، واذا اراد الله بمريد محنة شرده في مطارح غربته. يعني ممكن يمتحنه بالسفر، ممكن سبحانه وتعالى يرده اذا كان مش من اهل الهمة العالية الى ما خرج منه، هو خرج من جاهه وماله، يقوم يرده للجاه والمال، ويرده للجاه والمال بطريقة اخرى، يعني تلاقيه بيطلب الطريق من اجل الجاه والمال عشان يقال عليه صالح، يقال عليه عالم، يقال عليه وهكذا. هذا اذا كان المريد يصلح للوصول، فاما اذا كان شابا طريقته الخدمة في الظاهر بالنفس للفقراء،
يبقى المريد ده اذا كان في شبابه يعني لسه في عافيته، شابا يعني في عافيته، طريقته للوصول انه يخدم الفقراء، يعني يواظب على عباداته ومراقبة نفسه ويخرج من جاي ومالي يعمل الحاجات اللي فاتت دي كلها، واذا كان عنده فائض وقت يخدم فيه الفقراء اللي هم العباد. يعني كان اذا كان شابا طريقته الخدمة في الظاهر بالنفس للفقراء وهو دونهم في هذه الطريقة ردها، فهو وامثاله يكتفون بالترسم في الظاهر فينقطعون في الاسفار، وغاية نصيبهم من هذه الطريقة حجات يحصلونها وزيارات لموضع يرتحل اليه ولقاء شيوخ بظاهر سلام فيشاهدون الظواهر ويكتفون بما في هذا الباب من السير، فهؤلاء الواجب لهم دوام السفر حتى لا تؤديهم الدعاء الى ارتكاب محظور، فان الشاب اذا وجد الراحة والدعاء كان في مهر للفتنة. يعني اذا كان في عافيته واذا كان هيتعرض للفتنة في بقائه في داره يبقى في الحالة دي يسافر احسن. زي ما ضربت لك مثال، يعني واحد عايز يبقى راجل صالح وكل حاجة، لكن هو في مكان عمله في شوية عالم حرامية، موظفين حرامية بيزينوا له يبقى ازاي مرتشي في المكتب بتاعه، وهم اصلا مرتشي حرامية فعايزين يزينوه ويقع في ايه، في الطريق الحرام. يبقى في الحالة دي هو عايز يتوب يعمل ايه؟ يطلب نقله من المكان ده، يتنقل من المكان ده، يرتحل عنه لمكان اخر. ساكن في مكان وبنت الجيران بتشغل، او واحدة قاعدة كل يوم ايه تنتظره في طريقه تشغله وتراوده عن نفسه، يعمل ايه؟ يقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، زي سيدنا يوسف، يبعد عنهم، ينقل، يعزل، يسافر، يروح اي حته، فهمت ازاي؟ وهكذا. واحده برضه متجوزه وبعدين زميلها في الشغل بيشغلها وهي متجوزه وعندها عيالها، في رجاله كده تخرب البيوت، تترك عملها، تستقيل، ما تديلوش اذن من الاول خالص، من بدايتها كده، مش تستنى سنه تسمع كلامه المعسول لحد ما يضحك عليها ويبنجها وبعدين تطلب الخلع وبعدين بعد كده تبقى في الطريق، لا طالت تعيش في بيتها مع جوزها الاولاني ولا هو طال يتجوزها ويخرب بيتها وعيالها. لا، ما ينفعش. اقرا صفحات الحوادث، تقرا معظم الحوادث بتدور حول هذه المواضيع كلها. يبقى الانسان يرحل على طول، اما يجد المكان اللي هيقع اللي هيكون فيه بيدعوه الى المعصيه ومش عارف وخايف لا يضعف، يوم يتذكر كلمة سيدنا يوسف ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فتمنى أن يكون في مكان معزول عنهم. يبقى في الحالة دي يسافر، يتنقل، بدل ما هو ساكن في القاهرة يسكن في اسكندرية، يسكن في طنطا، يعمل عقد عمل ويسافر في أي بلد يشتغل، المهم يبعد عن الحتة اللي فيها المعصية بتراوده، فهمت ازاي؟ ده إذا كان شاب. وإذا توسط المريد جمع الفقراء والأصحاب في بدايته فهو مضر جدا، فإن امتحن واحد بذلك فليكن سبيل احترام الشيوخ، يعني ترك مخالفتهم والخدمة للأصحاب وترك الخلاف عليهم. الوقت الصوفية ما بقول زي زمان، كان زمان الصوفية بيعيشوا كده في جموع بالمئات حوالين شيخ معين، الوقت تغير الزمان وما بقاش التصوف بهذه الصورة. فالكلام ده كان زمان أيامهم، كان بعضهم تلاقي الشيخ محيط به حوالي 100 واحد كده مريدين عايشين معاه ليل نهار، حيثما انتقل ينتقلوا معاه ويتركوا ايه كل شيء. فاذا ابتلي في بداية طريقه ان هو هيعيش في وسط ايه هؤلاء المريدين، يبقى ده امتحان شديد، لانه هيقعد يتشوش، لان هم متفاوتين في الدرجات ومتفاوتين في التجليات، فكل واحد يكلمه بطريقة شكل يوم يتشوش، وبعد كده يجتمع عنده خبرات من كلمة من هنا على كلمة من هنا على رؤية من هنا، يبتدي هو كمان يتهيأ له ان هو كمان ارتقى، فيبتدي يردد كلامهم على انه حصل له ويحيش في اوهام، يوم يندر ضرر بالغ، فهمت ازاي؟ وعلشان كده في الحاله دي لو ابتلي بهذا البلاء، لو فرض، لان ده بلاء في حد ذاته، يبقى عليه ان يحترم الشيوخ، لان تملي المريدين لما يقعدوا مع بعض يقعدوا يجيبوا سيره الشيوخ المربين، يقول لك فلان الطريقه الفلانيه عنده الشيخ فلاني، بس الشيخ اللي في الطريقه الفلانيه ده على فكره بيقول للمريدين بتاعه اعملوا كذا، وانا رايي انه ما يعملوش. انت ايه انت اصلا؟ انا رايي انا. لكن الشيخ الفلاني مش عارف بيقول ايه، يقعدوا طول النهار يقطعوا ثروة الشيوخ، ادي طريقتهم، فيحجبوا. وعلشان كده يبطل يقعد مع الاقران، لانه صحبة الاحداث من اشد الامراض التي تصيب المريد، مرض خبيث تضيعه وتوديه في داهية. وديك انت شايف العيال الوهابية، اول ما الواد من دول يتدين ويتلم على الشباب اللي زيه في الجامع ويبتدوا يبلفوا مخه
ويضحكوا عليه بشويه الكلام الغلط اللي هم فاهمينه على انه صح، ويتلموا عليه ويبقوا هم اصحابه. دي اسمها صحبه الاحداث، دي اشر شيء على المريد في بدايته. ليه؟ بتحجبه خلاص، وبيبقى اعمى، وبيبقى اللي بيوجهه زميله اللي هو اصلا عايز يتوجه، فاصبح اعمى بيوجه اعمى. تصور بقى اعمى بيوجه اعمى، يبقى هيعرفوا يعدوا الشارع دول؟ عربيه هتصوم ونستريح منهم. فهمت؟ فعلشان كده الواحد ياخد باله من مثل هذه الاشياء. وترك الخلاف عليه، ما يختلفش على المشايخ، يعني يحفظ حرمه المشايخ والعلماء والمسلمين مطلقا، ويلتمس لهم الاعذار، ويشغل نفسه، يشغل نفسه بايه؟ بعيوب نفسه، والقيام بما فيه راحه الفقير. يبقى يشغل نفسه بخدمتهم ومالوش دعوه بكلامهم. لو هو امتحن بالحكايه دي يقعد طول النهار يخدمهم، يشوف هياكلوا امتى يجيب لهم اكلهم، هيناموا امتى يودوب لهم فرشتهم، هيشربوا امتى يجيب لهم شربهم، ويسيبهم هم قاعدين يتكلموا، مش يأنس بالكلام معاهم طول النهار لما يضيع السنن والرواتب والبتاع وقاعد طول النهار يرغي. ما ينفعش كده، هيضيع عمره ماسكين في الرغي، ويعيش طول عمره في وسط الصوفيه وهو مش صوفي، ويعيش طول عمره مع المشايخ وعمره ما يبقى شيخ، ويعيش طول عمره مع الواصلين وعمره ما يوصل، لانه انقطع نفسه. فهمت بقى المساله؟ فلازم يفوق بسرعه. والقيام بما فيه راحة الفقير والجهد في ألا يستوحش منه قلب شيخ. وأهم حاجة أن إذا تعدت المشايخ في المكان اللي هو فيه ما يخليش ولا شيخ فيهم في قلبه شيء من ناحيته، يبقى كل المشايخ كده بيحبوه ومبسوطين منه، يحرص على هذا تماما. فهمت إزاي؟ لأن كل شيخ له تجلي مخصوص. ففي ناس ربنا بيتجلى عليهم بالجلال فيجيبوا أشد شوية ممن تجلى عليه بالجمال، فتلاقيك انت بقى تلاقي الشيخ الجلال ده تقول له يا ساتر ده كشر، تقوم تعامله معامله تجعله ايه؟ يبغضك، فاذا بغضك عاديت ولي، ومن عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. فما ينفعش كده. اذا ابتليت بكثره المشايخ عليك بقى بقدر الامكان انك انت تخليهم كلهم راضين عنك، ما تخليش ولا واحد فيهم غضبان عليك، لان كل له تجليه المخصوص، وكلهم بيدهم، واخد بالك ازاي؟ النصح لايه؟ لله عز وجل، لان ربنا جعلهم علامات للطريق. يبقى ما ايه؟ ما تحتقرش اي علامه من العلامات. والنبي كان كان يجل النعمه وان دقت. فهم من نعم الزمان ان جعلهم الله للناس. فهمت ازاي؟ فطالما من نعم الزمان يبقى تجل النعم كلها. فهمت؟ انما الوقت الناس تبقى قاعده على القهوه بياخد نفس من الشيشه ويقول لك ايه رايك المفتي بيقول مش عارف ايه، وشيخ الازهر قال ايه امبارح، واخد نفس ويطلع دخان وقاعد يعيد في ايه؟ في رموز الاسلام. ما يلقش وهو مش عارف حاجه ولا حافظ القران اصلا. شفت الشيخ سيد طنطاوي لما جابوه في التلفزيون امبارح قال ايه؟ وهو اصلا مش فاهم اصلا قال ايه. لكن هي عموما الناس طول النهار قاعده تعيد في علماء الدين، مش كده برضه؟ ده اللي حصل، وعشان كده محجوبين. لكن انت مطلوب انك تستر المسلم مطلقا، يبقى ستر عالم الدين من باب اولى، مش فضحته؟ اذا كان المسلم العاصي مطلوب تستره، فما بالك من اذا كان ربنا ولاه وجعله علامه من علامات هذا الدين في هذا الزمان؟ يبقى لازم تحترم كل المشايخ، علماء الظاهر وعلماء الباطن، المربين وغير المربين، المسلمين اجمعين، لان في وسطهم الاولياء المخفيين. فهمت ازاي؟ فاحترم نفسك، احترم نفسك بدل ما ايه؟ ما تعادي اولياء الله. فهمت ازاي؟ اذا كنت انت ناوي توصل وتبقى راجل محترم، اصل ربنا مش هيوصل واحد ويرقيه ولي الا اذا كان محترم. انما ما يبقى ما بيحترمش خلق الله هيبقى محترم؟ اذا كان بيحتقر خلق الله هيبقى محترم؟ اذا كان بيسخر من خلق الله هيبقى محترم؟ فازاي هو بيعمل كده وعايز يبقى محترم عند الله؟ فهمت ازاي؟ فهو بالطريقه دي هيبقى غير محترم. وبعدين وقعت طول النهار يقول اوراد 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 اوراد، وبقاله كده 50 سنة لكنه ما زال غير محترم. ليه؟ لانه لا يحترم خلق الله. فهمت ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرفق في كل شيء والاحسان لكل، حتى الجمادات كان يعاملها باحترام صلى الله عليه وسلم، حتى الجمادات لانها خلق الله. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني. ويجب ان يكون في صحبته مع الفقراء ابدا خصمهم على نفسه. يعني طول ما هو ماشي مع المسلمين اللي هم اهل طريقه يبقى هو باستمرار هو اللي غلطان. كل ما يبقوا زعلانين يبقى هو اللي زعلهم ويعتذر ليهم. مش طول النهار هو
اللي مظلوم وهم اللي بيعملوه وحش وهم اللي بصوله بصه وحشه وهم اللي قالوا له وهو اللي عمل الحق كله. لا، يبقى باستمرار هو شايف نفسه المقصر، باستمرار هو اللي محتاج ان يعتذر، باستمرار هو الذي اقل منهم. فهمت ازاي؟ لان ربك بيقول ولا تزكوا انفسكم واعلم من اتقى، انما طول النهار يقول لهم انتوا ما تعرفوش انا مين، انت مين؟ تراب ابن تراب. فهمت ازاي؟ لكن هو عايز يحس بالتميز بدري بدري. يبقى يجب ان يكون في صحبتي مع الفقراء ابدا خصمهم على نفسي، ولا يكون خصم نفسه عليهم. ما يبقاش هو المحامي لنفسه، يقولوا له انت عملت كذا وكذا وكذا، يقول لهم انا عملت كذا علشان كذا وكذا، يدافع عن نفسه يقول لهم لا انا متاسف، انا معلش انا عملت كده وانا غلطان، سامحوني مش هعمل كده تاني. لكن مش يدافع عن نفسه. فهمت ازاي؟ ما هو بيدافع عن نفسه، نفسه لسه كبيره لا تقبل الذنب، واحنا عايزين النفس التي يستوي عندها الذم والمدح. فهمت بقى المساله؟ كلها امور تربويه الواحد ياخد باله منها عشان يتعامل بيها مع اخواني ومع ابي ومع زملائي ومع جيراني. تصور انت لو الناس كلها كده، هتبص تلاقي ما فيش اي شقاق ولا نزاع في الواقع، هيبقوا كلهم اخوات بعض. لما تيجي انت تدوس على رجل واحد في الشارع وتقول له متاسف ما خدتش بالك، يقوم يقول لك لا معلش انا اللي جيت في طريقك، انا اللي متاسف. شفت الحلاوه؟ لكن الطريقة التانية يقول لك ايه، يدوس على رجلك، ايه انت اعمى؟ يقول له ما انت يا اخي اللي جيت في طريقي، ويمسكوا في ايد بعض ويقضوا بقية يومهم في القسم ويخشوا في الزنزانة، وتاني يوم نقران في محطة في صفة الحوادث، يقول لك شاب داس على رجل شاب فقتله. ليه؟ لانه ماشي في الشارع مجرم، عايز يجي واحد مثلا يقول له حاسب خد بالك من العربية وهو بيقابلي، يقول له جزاك الله خير. التاني يقول له ايه، وانا اعمى؟ شايفني اعمى يعني؟ شفت ده فرق من ده وده. التاني ممنون للناس كلها حاسس انها بتخدمه، والتاني فاكر ان الناس كلها قاعده بتعيره. فهمت ازاي؟ فرق كبير بين ده وده. ولا يكون خصم نفسه عليهم ويرى لكل واحد منهم عليه حقا واجبا، يعتبر ان كلهم فوق دماغه، كلهم حقهم هو اللي يخدمه. فهمت ازاي؟ ولا يرى لنفسه واجبا على احد، هو مش عايز حاجه من الناس، لان احنا قلنا ان طريقنا طريق اهل الفضل مش اهل العدل. اللي عايز يتفضل على الناس ويتنازل عن حقه للناس ويديها لهم بطيب نفس يجي في الطريق بتاعه. اللي عايز ياخد حقه يبقى من ايه؟ يمشي في طريق اهل الشريعه والفقهاء، دول بيتكلموا في العدل والقسطاس والقضاء، والقاضي يقول لك العدل اساس الملك، ما يجراش حاجه، خد حقك. بس مش هتبقى من اهل الفضل، هتبقى من اهل الحق والعدل. فانت عايز ربك يعاملك بالحق والعدل والقسطاس، ولا عايز يعاملك بالفضل؟ لو عايز يعاملك بالفضل عامل الخلق بالفضل، لو عايز يعاملك بالعدل عامل الخلق بالعدل. فهمت ازاي؟ احنا طريقنا طريق اهل الفضل، مش طريق يقول لك انا عايز حقي وما خدش غير حقي، نقول له لا احنا طريقنا مش عايز حقي وخد حقي. شوف بقى طريقنا صعب ازاي. واللي اوله شرط اخره نور، اللي عاجبه يقعد واللي مش عاجبه يبعد، والطريق واسع وعبد الله واسع. فهمت ازاي؟ وده صح وده صح، وممكن نتقابل في الجنه، بس كل واحد في درجته. واحد هيدخل الجنه يعامل بالفضل، والتاني يدخل الجنه ربنا يعامله بالعدل، ولكن كله هيبقى بالجنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده برضه؟ ويجب الا يخالف المريد احدا، وان علم ان الحق معه يسكت. يعني ما يجد ناس اهل لجاج واهل جدال ما يقعدش يظهر مخالفته ليهم. قاعد انت مع واحد وهابي قاعد يقول لك التوسل شرك، وانت عارف انك انت لو جبت له عصا سيدنا موسى رميتها له بقت حيه مش هيقتنع، يبقى اسكت ما تخالفوش. قول له يا سيدي خلاص الحمد لله، الحمد لله ان الذي جعلنا غير متوسلين، وسيبه يا اخي خلاص هيحبك وينبسط منك، ولما يحبك في مرور الوقت هيبتدي يسمع لك، بعد 5 سنين ان شاء الله يتوب على ايدك. فهمت ازاي؟ لكن اما تيجي تجادله وتشتمه وتقول له انت كده خليت معظم المسلمين مشركين، وازاي التوسل لا يجوز؟ ده في الحديث كذا والايه بتقول كذا ومش عارف ايه كذا، وتمسكوا في خناق بعض لجاج. فهمت ازاي؟ وعداوه. لكن شوف تعرض وتشيح، ادي الكلام الحلو. يبقى ما عندك ليه؟ لانك انت ما عندكش حب انتصار النفس على الغير.
انت مش عايز تنتصر عليه، ده انت عايز تاخد بايده زي ما انت عايز حد ياخد بايدك، ده انت مش عايز تقهره. فهمت ازاي؟ ده انت عايز ترحمه، لكن انت عايز تقيم عليه الحجه وتثبت له انه مخطئ وانه كفر المسلمين وانه في النار وفي الجحيم وخلدا ابدا. يا مجرم، الله، ايه الاجرام ده؟ ايه الغل اللي في قلبك ده؟ ايه الغل ده؟ احنا طريقنا مش طريق الغل، طريقنا طريق الشفقه، طريقنا طريق الرفق، طريقنا طريق الرحمه. فهمت ازاي؟ احنا قلنا الصوفي ده زي الارض يطول البر والفاجر، مش كده برضو؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه، اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من اصلابه من يوحده، وهم بيؤذوه. فهمت ازاي؟ ادفع بالتي احسن السيئه، يعني يسيء اليه وهو يحسن اليه. فين الكلام الحلو ده؟ اهو ده طريقنا بقى، طريقنا كل الكلام الحلو ده اللي هو صعب على النفس، اللي هو صعب على النفس. وصعب على النفس ليه؟ لان النفس حيه، واحنا طريقنا تقتل نفسك، كل ما يصعب على النفس تعمله حتى تجرعها المرار كله، تقوم تنصاع لك تموضها. شوف انت الراجل اللي بيروض الاسد في ايده ايه؟ كرباج وحته لحم. فهمت ازاي؟ اهو نفسك كده اسد، لازم يبقى فينا كرباج تقتلها وفي نفس الوقت ما تموتهاش خالص، كل ما يغمى عليها تديها حته لحم صحصحها شويه عشان تكمل معاك الطريق. فهمت ازاي؟ لحد ما تطوعك خالص، تقول لها حاط حا يس يس، اقفي هنا اقفي، ما تبصيش هنا ما تبصيش، بطل يا مجرمه تبطل، اخرس يا نفس تخرس. يبقى ساعتها الشديد ليس الشديد بالسرعه، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ساعتها هنا بقى هو ده طريقنا احنا. فهمت ازاي؟ انك تملك نفسك عند الغضب، تعطي من حرمك، تصل من قطعك، تعفو عن من ظلمك، هو ده طريقنا. وان كان ربنا اجاز لمن ظلم انه ايه ياخذ حقه، ده على سبيل الجواز ليس على سبيل الافضل، واحنا طريقنا طريق الافضليه لا طريق الجواز. واضح؟ وعشان كده لما تعرف الحقائق دي كلها تجد ان الصوفيه الحقه قليلين، ليس كل من مسك سبحه وكان عنده ورد يبقى صوفي، اتعامل معاه تعرف على طول هو ده صوفي ولا مش صوفي. فهمت ازاي؟ ادي الحقيقه. يبقى وكل مريد يكون فيه ضحك ولجاج ومماراه فانه لا يجيء منه شيء، طول النهار قاعد يثير المشاكل اللي فيها شبهات والنقط الخلافيه ومناقشه العلماء ومناقشه وبيان يعني وجهة الخلاف ودليل الخلاف وأصل الخلاف وهناك قال كذا، يبقى ده مش هيجي منه حاجة، ده مش هيجي منه حاجة، ده هيعيش طول عمره في الجدل ده. وإذا كان المريد في جمع من الفقراء إما في سفر أو حضر فينبغي ألا يخالفهم في الظاهر، يعني ما تبقى مجموعة الناس هياكلوا الوقت، خلاص يا أخي قوم كل معاهم، حتى لو أنت شرعان اقعد مثل إنك بتاكل وما تاكلش، لكن ما تقولهمش مش هناكل الوقت، وانتوا كل شويه تاكلوا وانتوا ما راكوش الا الاكل، عايزين يناموا وانت مش جاي لك نوم، خلاص سيبهم يناموا واعمل نفسك نايم كده لحد ما يروح بالنوم وقوم انت صلي، لكن ما تخالفهمش في الظاهر. كل شويه يقولوا حاجه تعمل لهم، انت يقولوا شمال تقول لهم يمين، يقولوا يمين تقول شمال، تبقى مناكس. انما انت شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يجلس مع الصحابه ايه؟ يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون، وكان سايبهم براحتهم صلى الله عليه وسلم، ويربيهم بالنظره صلى الله عليه وسلم، بالنظر احيانا والتوجيه احيانا والكلام الغير مباشر احيانا والكلام المباشر احيانا، ربهم بكل حاجه صلى الله عليه وسلم. انما انت عايزين يتكلموا بلاش كلام، عايزين يناموا بلاش تناموا دلوقتي، ده انت صحبتك فقر يا اخي، يا اخي ريحنا وابعد عننا يا اخي. يجي ياكلوا وانتوا كل شويه تاكلوا، مش المشايخ قالوا لنا ما ناكلش كتير؟ انتوا ايه فجعانين؟ هو انت جاي تربيهم ولا جاي تعيش معاهم؟ انت جاي تعيش معاهم مش جاي تربيهم، بطل بقى. فهمت؟ لا يخالفهم في الظاهر لا في اكل ولا صوم، يقول لك احنا هنصوم يوم الخميس، خلاص صوم معاهم يوم الخميس، صوم انا بصوم كل يوم. الله، انت جاي تستعرض عليهم ولا ايه الحكايه؟ هم بيصوموا الخميس من كل اسبوع، خلاص صوم، صوم معاهم الخميس من كل اسبوع عشان تكبر بخاطرهم وخلاص، الحكايه سهله يعني. وبعدين ابقى صوم انت في السر الايام التانية، ما تقولهمش انا صايم، ولما يجي ياكلوا اقعد معاه، اعمل نفسك بتاكل وانت ما بتاكلش، قوم هات لده يشرب، قدم لده طعام، اعمل مش عارف ايه، كانك انت بتاكل وبتخدمه، وانا باكل بعد كده. لكن انت عوانطاجي عايز تعرف الناس عبادتك وعايز تشهر نفسك وعايز تبين لهم انك انت اميز منهم
فعشان كده قالت النهارده خالفهم. فهمت ازاي؟ خالف تعرف، وانت عايز تعرف. فهمت ازاي؟ ففي فرق كبير، لا في اكل ولا صوم ولا سكون ولا حركه، بل يخالفهم بسر وقلب. يعني لهم شويه خرموا في الكلام في المشايخ، وده لا يليق. يروح هو ايه في قلبه يعرض، وما ايه وما يتكلمش كلام يحمي النقاش. فهمت ازاي؟ يوم يقول حاجه تدخل النقاش في ايه في مجال اخر وتوسع النقاش. لا يعرض كانه ما مش سامع، فيحفظ قلبه مع الله عز وجل. واذا اشاروا عليه بالاكل مثلا ياكل لقمه او لقمتين، يعني هو متعود ما ياكلش الا زجاع، وهم بيقولوا له كل وهو لسه ما جعش، يقوم يطيب خاطرهم وياكل بق لقمه واحده لقمتين وخلاص عشان يطيب خاطرهم، لان كسر خاطر المسلم كبير عند الله، فانت ما تكسرش خاطره. ولا يعطي النفس شهوتها، وليس من اداب المريدين كثره الاوراد في الظاهر. مش من ادب المريد كل ما يقعد مع زمايله العباد يعني المريدين يبقى هو قاعد مشغول عنهم كده، لا برضه يقعد معاهم كده يأنسهم، واخد بالك؟ فاذا اتكلموا في حاجات مباحه يتكلم معاهم في مباح، اتحاول الحكايه الى ممارة وجدال يقعد عنهم ما يتكلمش. يعني طول ما الامور ماشيه من مباحه يبقى قاعد بيراقب نفسه في كل حوار وفي كل حديث، مش سايب نفسه كده وخلاص بيتكلم وخلاص، كل ما يجي على لسانه حاجه او على باله حاجه يقولها، لا، لانه هو ملجم نفسه بلجام وبيعقدها في كل لحظه. لاحسن تنفر منه وتترك الطريق المستقيم. وليس من اداب المريدين كثره الاوراد في الظاهر، فان القوم في مكابده اخلاء خواطرهم. لان ممكن الانسان وهو قاعد مع الناس كده وهو بيراقب نفسه معاهم وحاله معاهم وبيطيب خاطرهم وبيقضي حوائجهم، يبقى في عباد اكثر من عبادته مع الورد. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي، مش كده برضو؟ فهم كل همهم مش كثرة الأوراد قد مكابدة الخواطر ومعالجة إيه الأخلاق الذميمة فيهم ونفي الغفلة عن القلوب، لا في تكسير